مقال اليوم ضيفي فيها الأستاذ ساري عرابي الكاتب والباحث الفلسطيني ضمن مقاله في صحيفة عربي 21 عن إمبراطورية بلا سلطة. الأستاذ ساري عرابي معنا عبر سكايب، أهلا بك معنا أستاذ ساري. أهلا وسهلا. بداية التوقيت، أثارني التوقيت، أتحدث عن توقيت إعلان المشاريع التي تفضلت بالحديث عنها في المقال. مناسبة التوقيت والحديث عنها وبهذا السقف، ماذا نقرأ فيه؟ يعني الحقيقة أنا لا أعتقد أن هناك شيئا استثنائيا دفع رئيس الوزراء الفلسطيني للتحدث عن هذه المشاريع الضخمة التي لا يمكن طبعا أن تكون السلطة الفلسطينية قادرة على القيام بها، بالنظر على الأقل إلى ما تقوله السلطة الفلسطينية عن أوضاعها وظروفها الاقتصادية، إلى درجة أنها منذ شهور طويلة غير قادرة على أن تدفع رواتب كاملة لموظفي السلطة الفلسطينية، ومن ثم من كان هذا حاله بالتأكيد هو غير قادر على أن يؤسس لصوامع لتخزين القمح وتخزين الوقود وإنارة كل المخيمات الفلسطينية بالطاقة الشمسية وعمل سدود مائية. طبعا أيضا بالنظر إلى كون الواقع الاقتصادي بالسلطة الفلسطينية مكبل بالكامل بالهيمنة الإسرائيلية أمنيا وسياسيا واقتصاديا ولوجستيا ومن كل النواحي، وبالتالي أنا أظن طبعا رئيس الوزراء الفلسطيني هو معتاد الحقيقة على تصريحات من هذا النوع قد لا يكون لها ثمرات في الواقع. أنا ذكرت في المقال أنه سبقت له الإشارة والحديث عن فك الاقتصاد الفلسطيني عن الاقتصاد الإسرائيلي، وهذا بالتأكيد غير ممكن ضمن السياق السياسي الراهن الذي توجد يعني من داخله السلطة الفلسطينية. وبالتالي أعتقد أنها تصريحات هكذا، يعني لا أظن أن لها، أنا في تقديري الشخصي لا أظن أن لها سياق سياسي. أنا ثمت معقبين فلسطينيين ربما في اعتقادي بالغوا في محاولة تحليل السياق السياسي أو النوايا من وراء نعم. تصريحات. هل يمكن ربط المسألة أستاذ ساري؟ هناك مشاريع أردنية إسرائيلية تجري على قدم الوساق، لبيد تحدث أنه اتفق رسميا مع العاهل الأردني في آخر زيارة على إنشاء منطقة صناعية مشتركة على بين الطرفين. هل يمكن أن تكون السلطة جزء مستفيد اقتصاديا من هذه المشاريع التطبيعية بين عمان وتل أبيب، بالتالي اندفع شتية للحديث بهذا السقف العالي؟ يعني أنا لا أعتقد أن تصريحات شتية متعلقة بهذه الترتيبات الإسرائيلية الأردنية. طبعا قد تشرك السلطة الفلسطينية، أنا أعتقد أن إشراك السلطة الفلسطينية في أي مشاريع اقتصادية إقليمية هو منوط بجملة من العوامل. من أي هاي العوامل؟ هو العامل الإسرائيلي. أنا أظن أن العامل الإسرائيلي هو العامل الأكثر تأثيرا، يعني بمعنى هل ثمة إرادة إسرائيلية بإشراك السلطة الفلسطينية، ولا سيما مع تراجع سيطرة وهيمنة السلطة الفلسطينية. أنا أعتقد أن في هناك يعني ترتيبات متعددة أو رؤى واقتراحات متعددة من أجل انتشال السلطة الفلسطينية اقتصاديا وإعطاء معنى للسلطة الفلسطينية على المستوى السياسي في هذه اللحظة الراهنة. هناك إشكال حقيقي طبعا فيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية في المعنى السياسي، أنه لا يوجد مشروع سياسي. السلطة الفلسطينية لا تعد الفلسطينيين الآن بالتحول إلى دولة، واضح تماما ما هي السقوف التي يقدمها الإسرائيليون للسلطة الفلسطينية. هناك إشكالية في الشرعية الشعبية، لا توجد انتخابات، وهناك إشكالية أيضا في قدرة السلطة على القيام بالوظيفة الاجتماعية بتعزيز صمود الفلسطينيين. وأنا أعتقد أن هذا الأمر مقلق للسلطة الفلسطينية وربما مقلق للمنظومة كلها، ومن ثم مشاريع من هذا النوع هي منوطة بالقرار الإسرائيلي ومنوطة بقرار أمريكي. ولكن أنا أظن أن تصريحات السيد محمد شتية غير مرتبطة بهذا الموضوع على وجه الخصوص، وهي تندرج في تصريحات كثيرة تقدم بين الفترة والأخرى، ربما لا يوجد يعني ثمة قدرة حقيقية فعلا على تنفيذها في الواقع. نعم، لكن هل من الطبيعي، يعني مع أنك تفضلت وذكرت أن الوعود كثيرة من السلطة الفلسطينية وأن شتية تحدث مرارا بهذا النمط من التهويل لبعض المشاريع، لكن يعني من ناحية السمعة، من ناحية المراجعة المستقبلية لشتية، من ناحية الحرج السياسي في مؤتمر صحفي أو ما شابه، من ناحية الحديث أنك تصرحت، يعني ألا يلقي بالا لمحاسبة شعبية، محاسبة إعلامية، محاسبة على مواقع التواصل أو ما شابه لذلك، ألا يلقي بالا لذلك؟ يعني الحقيقة هذا الموضوع من الممكن أن يجاب عليه من شقين. الشق الأول، نحن الفلسطينيين لم نكن معتادين على خطاب من هذا النوع، يعني قد ينطوي بشكل أو بآخر على نوع من الاستخفاف بوعي الناس. يعني تاريخيا بحكم الاحتلال الإسرائيلي وأن الفلسطيني لم يكن تتحكم به سلطة محلية بشكل أو بآخر، كان دائما ثم فرق نسبي ما بين الشخصية الفلسطينية والشخصيات العربية المحيطة. يعني كان دائما هناك سقف عالي في خطاب الإنسان الفلسطيني وفي اعتزازه بوعيه وكرامته. وعي السياسي على وجه التحديد الشخصية الفلسطينية شخصية مزيسة بامتياز مرة أخرى لعدم وجود أدوات ضبط وسيطرة محلية، وبحكم التاريخ الطويل
طويل في الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي الحقيقة ثمت إشكالية في أي تصريحات تدل على طبيعة السلطة المحلية في طريقة تعاطيها مع الإنسان الفلسطيني. هذا واحد أولا. ثانيا الحقيقة حينما لا توجد انتخابات، يعني بمعنى إلى ماذا ترتكز السلطة الفلسطينية في هذه المرحلة التاريخية الراهنة؟ أنا قبل قليل أشرت إلى ثلاثة مرتكزات أساسية للشرعية لم تعد موجودة، وهي الوعد السياسي. السلطة الفلسطينية في الأصل هي وعد سياسي ناجم عن حركة التحرر الوطني، عن منظمة التحرير، عن حركة فتح، والعديد من الفلسطينيين تعاملوا مع هذا المشروع بوصفه وجهة نظر بعد تاريخ طويل من الكفاح والنضال الفلسطيني. قيادات السلطة نفسها تقول أن الأفق السياسي بات منغلقا ومنسدا تماما أمام هذا المشروع السياسي، وبالتالي لا يوجد وعد سياسي. الانتخابات متوقفة منذ العام 2006، لا توجد شرعية شعبية. أيضا ثمت إشكالية في القدرة على تعزيز صمود الفلسطينيين، يعني بمعنى أنا ذكرت حتى في المقالة ومعروف أن السلطة غير قادرة على دفع رواتب كاملة، والعجلة الاقتصادية، الدورة الاقتصادية اليومية في ساحة الضفة الغربية تعتمد على أجور العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية الذين يعملون في الداخل المحتل عام 1948، وهذا في نوع من الاعتماد على الاحتلال الإسرائيلي، على الاقتصاد الإسرائيلي. نعم. في يعني خلق حالة اقتصادية في الضفة الغربية. وبالتالي حينما لا تعتمد شرعيتك على 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 وعود سياسية، على مشروع سياسي، على منجز اقتصادي، على تعزيز صمود الفلسطينيين، على شرعية شعبية، بطبيعة الحال معناها أنت تعتمد على مرتكزات أخرى. جزء من هذه المرتكزات قد يكون القوة السلطوية، جزء من هذه المرتكزات قد يكون الدعم الخارجي، ومن ثم بهذا الاعتبار ربما لن يفكر أي أحد بأنه هل سيحاسب شعبيا أم لن يحاسب. نعم. شعبيا. طب أستاذ ساري، إذا كانت حالة الوعي الفلسطيني كما تفضلت، يعني بالنظر إلى هذه الوعود، إذن لمن يلقي بهذا الكم من التصريحات بهذا النمط من المشاريع؟ من المستقبل؟ يعني الحقيقة حينما يكون هناك فراغ سياسي، يعني ساحة الضفة الغربية فيها فراغ سياسي، يعني مرة أخرى لا يوجد مشروع سياسي، ماذا ستقول للجماهير الفلسطينية؟ أنت غير قادر على أن تدفع الرواتب كل شهر، وأكثر من ذلك يعني الفلسطينيون خصوصا ما يسمى بالوظيفة العمومية يتابعون بشكل يومي الأخبار التي تتحدث عن برنامج للتقاعد الإجباري. نعم. أو التقاعد الاختياري، فضلا عن إشاعات تتحدث عن خصم دائم 10% من رواتب الموظفين الفلسطينيين. ومن ثم حينما يكون هناك حالة فراغ سياسي الحقيقة، يعني لا يوجد ما تقوله للجماهير، لا يوجد ما تقوله للفلسطينيين، كل شخصية مندرجة في هذا المشروع تبتدع تصريحات من هذا النوع ومن ذاك النوع للحديث، يعني للإشعار بوجود هناك هموم، هناك استشعار للمسؤولية، هناك عمل، هناك إرادة للعمل الذي يعوق هذه الإرادة للعمل الإسرائيليين. يعني أنت سألت من سيحاسب، يعني غدا لو سئل سؤال في أي سياق. نعم. كان حتى ولو في مؤتمر صحفي لم يكن انتخابات شعبية، لماذا لم تنجز هذه الوعود التي وعدت بها الفلسطينيين؟ سيقال لك أن هناك مؤامرة، هناك حصار اقتصادي، أن الدول المانحة أوقفت تمويل السلطة الفلسطينية إلى آخره من. نعم. الكلام. يعني نحن نذكر تصريحات للسيد محمد شتية حينما قال للفلسطينيين أنتم تريدون راتب أم تريدون دولة، لكن في الحقيقة أنت الآن تقول لا يوجد إمكانية لدفع راتب ولا يوجد إمكانية أصلا. نعم. لإقامة دولة. وبالتالي حتى الأعذار التي تغطى بها هذه الوعود الناجمة عن الفراغ السياسي أيضا ممكنة في سياق من هذا النوع. نعم. أشرت إلى تخوف فيما يخص جزئية رواتب العمال الفلسطينيين في الداخل المحتل، وتحدثت عن مخاوف أن نصبح أمام آلية تستخدمها السلطة مستقبلا، إما للابتزاز وإما للضريبة وإما للاستثمار بشكل أو بآخر بها. هذه المخاوف إلى أي مدى ممكن أن تكون حقيقية فعلا على الأرض؟ يعني هو من حيث المبدأ، من حيث الأصل، أنا في اعتقادي الشخصي يعني هو حق السلطة الفلسطينية أن تكون بخصم ضريبي من أجور العمال العالية، لا سيما بالنظر إلى أن أجور العمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 48 أعلى بكثير من أجور العمال في الضفة الغربية، فضلا عن أنها أعلى من رواتب الموظفين الذين يعملون في الوظيفة الحكومية. والسلطة الفلسطينية تأخذ ضرائب من رواتب الموظفين العاملين في الوظيفة العمومية. طبعا هذا بغض النظر عن أي نقاش أنا ربما حاولت أن أذكره في نهاية المقال، يعني ما هو النقاش الذي ينبغي. نعم. أن يدور في ظل احتلال. نعم. ومشروع تحرر، يعني نتحدث عن رواتب. نعم. نتحدث عن مشاريع اقتصادية، لكن لو سلمنا مثلا بمبدأ وجود سلطة فلسطينية داخل الأراضي المحتلة، وضع طبيعي أن تأخذ خصومات ضريبية يعني. لكن الإشكال في هذا الموضوع، أولا نحن نتحدث عن عملية يتحكم فيها الاحتلال بشكل كامل، وهذه إشكالية جوهرية على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي. السلطة الفلسطينية كانت وسيطا في مرحلة من المراحل وفق اتفاقية أوسلو في استصدار التصريح من خلال ما يسمى بهيئة الشؤون المدنية أو من خلال مكاتب الارتباط الفلسطيني. الآن الجمهور الفلسطيني يتعامل بشكل كامل مع الاحتلال الإسرائيلي، مع ما يسمى بالمنسق أو هيئة تنسيق شؤون المناطق، ما كان يسمى تاريخيا بالإدارة المدنية. هذه إشكالية حقيقية على المستوى السياسي وعلى المستوى الأمني وعلى مستوى واقع السلطة الفلسطينية، لأن
هذا أصلاً مخالف لاتفاقية أوسلو، يعني بمعنى الاحتلال يحرص على وجود شكل ما للسلطة الفلسطينية في نفس الوقت يظل يحد من هذه السلطة ومن قدرات هذه السلطة. هذا إشكال في هذا الموضوع. الإشكال الآخر في الموضوع الضريب أنت تأخذ يعني أن السلطة باتت تعتمد بالكامل على الجماهير الفلسطينية، يعني وهذه إشكالية حقيقية. لم يعد هناك اعتماد كبير على المساعدات والمنح الدولية، اعتماد على الجمهور الفلسطيني. أنت إذا أردت أن تعتمد على الجمهور الفلسطيني، سواء الفلسطينيين الذين يعملون داخل الضفة الغربية أو الفلسطينيين الذين يعملون في الداخل المحتل، ينبغي أن يكون هناك مقابل سياسي. يعني هذه هي الإشكالية الحقيقية. يعني مبدأ أن تأخذ ضريبة لا يوجد في إشكال، لكن ما هو المقابل؟ يعني ماذا سوف تقدم السلطة الفلسطينية مقابل اعتمادها الكامل على الشعب الفلسطيني؟ يعني الأصل أن السلطة هي التي تعزز صمود الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. الآن السلطة تتعزز بالموارد التي تأخذها من الجمهور الفلسطيني، وهذا ينبغي أن يكون له أمام الجمهور يعني مسؤولية أخلاقية وسياسية. ماذا نحن سنفعل مقابل هذه السياسات الاقتصادية؟ طبعا السلطة تقول أنها لن تخصم أي شيء من رواتب، عفوا من أجور العمال، لكن لا أحد يتعامل بجدية يعني مع وعود من هذا النوع. لكن المهم هو المضمون السياسي والوظيفة الاجتماعية والوظيفة النضالية لأي سلوك للسلطة الفلسطينية. نعم، كل الشكر على وجودك معنا أستاذ ساري عرابي، الكاتب والباحث الفلسطيني، ضمن مقالك عن إمبراطورية بلا سلطة. كل الشكر لك، كنت معنا من الضفة الغربية المحتلة.